من فترة قريبة نزل على واحدة من المنصات العالمية فيلم كسر الدنيا اسمه Mother Android، والفيلم كان بيحكي عن قصة ازاي الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما دخل في كل حياة البشر وفجأة وبدون أي مقدمات. التطور الرهيب فيه أدى لتدمير الكوكب كله بشكل كامل ونهائي ورجع الحياة على كوكب الأرض للبدائية. الحقيقة أن وقت ما نزل الفيلم وانت بتتفرج عليه كان ممكن تحس أنه خيال علمي صعب أنه يحصل، ولكن اللي بنشوفه من بداية السنة وخصوصا الأيام الأخيرة يخلينا نبتدي نشك ونقول لا ده الكلام ده فعلا ممكن أنه هو يحصل. والدليل على ده أن من أكتر الحاجات اللي متصدرة الترند عالميا خلال الأسبوع اللي فات هو قصة تشات جي بي تي، وده باختصار برنامج معتمد كليا على الذكاء الاصطناعي وبيعمل حاجات تقدر تقول عليها كده انها خرافيه. يعني مثلا تقدر تطلب منه ان هو يكتب لك موضوع معين ويكتبه بشكل احترافي، استحاله تقول انه مش انسان اللي كاتبه. حاجه تانية ممكن ان هو يالف ويلحن الاغاني كمان ويكتب الاعلانات وكمان يقوم بدور موظف الموارد البشريه ويعمل كمان مقابلات. اما لو كنت بروجرامر مثلا فهو يقدر يكتب لك الاكواد الخاصه بلغه البرمجه اللي بتستخدمها، او مثلا يشتغل معاك مدرب لياقه بدنيه. طيب هل ده بس الحاجات اللي ظهرت من اول السنه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ اقول لك لا. براند، دي اداه اسمها براند اتصدرت الترند خلال الاسبوع اللي فات وبقت تعمل كل اللي فات ده، بالاضافه انها كمان قادره على تكوين صداقات مع البشر. يعني ايه؟ يعني لو انت مالكش اصحاب هتلاقي صديق من الذكاء الاصطناعي في كل المواصفات اللي انت عايزها، ويقضي معاك يومك ويحكي معاك وتحكي له عادي جدا. وده بالظبط اللي كان حاصل في فيلم هير العالمي الشهير. في قصه تانية من حوالي شهر كده في نوتنغهام في بريطانيا، في الوقت اللي كان الناس واقفين بيدفنوا فيه سيده اسمها مارينا سميث ماتت وهي عمرها 87 سنه، اتفاجئ الناس بيها بتظهر قدامهم وبتكلمهم وبترد على اسئلتهم. طيب ازاي ده حصل؟ ده حصل بتقنيه الهولوجرام. طيب اللي ما يعرفش يعني ايه هولوجرام يا جماعه، هو واحد من التقنيات الحديثه اللي تخليك تشوف الشخص قدامك كانه حقيقي. يعني مثلا ممكن تحضر حفله للست ام كلثوم مثلا بالتقنيه دي وكانها موجوده بجد واقفه على المسرح بتغني. تخيل، احنا شفنا الحاجات دي كتير على السوشيال ميديا وحصلت قبل كده في الاوبرا. المهم ان المفاجاه اللي سببت حاله من الرعب للناس اللي كانوا حاضرين الجنازة انه كل الناس كانوا حاسين انها فعلا شخص حقيقي واقف قدامهم بالفعل، مش حاجة معمولة بالذكاء الاصطناعي، لدرجة انها كانت بترد على اي سؤال يتسأل لها. طيب طبعا حد ممكن يسأل ازاي الرد حصل. القصة ببساطة ان الشركة اللي صممت الهولوجرام عن طريق الذكاء الاصطناعي برضو جهزوا الاجابة عن 25,000 سؤال ممكن يتسألوا ليها، وبالتالي الموضوع ظهر كأنه طبيعي جدا. ولو قعدت احكي لكم عن الامثله اللي ظهرت من اول السنه دي محتاجه حلقات مش فقره واحده.